عبد الحكيم معتوق. سيد عبد الحكيم أهلا بك. يا هل بالفعل أصدرت الحكومة قرارا بإقالة الهيئات رؤساء وهيئات الإدارات؟ مساء الخير تتعبير. أهلا بك. تعليق في ما يتصل ببيان نقابة شرطة ليبيا. أنت تعرفين أن وكيل وزارة الداخلية لديه صلاحيات بإقالة مدراء أمن المناطق، والمادة الثامنة تنص على التشاور بينه وبين رئيس الحكومة. نعم. وهذه في النهاية مهام تكليفية وليست تشريفية. تعرفي البلد تمر بحالة حرب. نعم. وأي جندي حقيقة يكلف بأي مهمة في أي مكان أو موقع، فبالتالي نقله إلى مكان آخر لا يعني بأي حال من الأحوال أن نحن نبقى حقه أو نبخسه حقه. وهو أكيد يعني صلاح غويدي ضابط محترف وقدم الكثير لمدينة بنغازي، مثله مثل اللواء الطيار محمد الفاخر عندما كان وكيل وزارة الداخلية. فالمسألة لم تكن شخصية على الإطلاق مثل ما يروج لها في بعض مواقع التواصل. نعم. فهي مسألة تنظيمية. فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، هي حزمة من المواقف حقيقة. كانت وردت إلى مكتب الشكاوى في ديوان مجلس الوزراء، وأسس بمقتضاها مكتب للتفتيش والمتابعة. تشكلت بموجبه وفقا لقرار صادر عن رئيس الحكومة هيئة أو من المستشارين أوكلت لهم مهمة المساءلة والتحقيق في تجاوزات إدارية ومالية وقعت في هذه الهيئات التي ذكرتها حضرتك على مدى العامين الماضيين. هنا أشير إلى تمت مجموعة قرارات اتخذت حقيقة بإقالة السيد رئيس هيئة الإعلام الخارجي وحلفها على التحقيق وفقا لما أوصت به لجنة التحقيق المكلفة. أيضا إقالة السيد رئيس هيئة الزراعة، وإقالة السيد رئيس هيئة المواصلات والنقل وحلفها على التحقيق، وإقالة السيد رئيس هيئة الكهرباء وحلفها على التحقيق. فهذه كلها إجراءات احترازية اتخذتها الحكومة المؤقتة. هل تم تكليف بديل عنهم لتسيير هذه الهيئات؟ بكل تأكيد. نعم. يعني هذه اللجنة التي شكلها السيد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، وهي هيئة استشارية، تحولت إلى لجنة وكلت لها مثل ما صدرت لحضرتك مهمة التحقيق مع رؤساء الهيئات. ومن تم المفاضلة بين مجموعة طلبات كانت قدمت وتزكيات بشأن اعتماد مجموعة رؤساء هيئات جدد وفقا للمعايير والمواصفات التي حددتها هذه اللجنة. فيما يتعلق بإقالة سيد رئيس هيئة الكهرباء، طبعا هناك مشكلة حقيقة ومجموعة مشاكل اتفقت مع شكاوى المواطنين فيما يتصل بانقطاع التيار الكهربائي على المنطقة الشرقية. حتى تكون الصورة واضحة ستدير، هناك مشكلة في الوقود وليست في الجانب الفني. يعني كل الأعمال الفنية تقريبا في المنطقة الشرقية تم إصلاحها، والحكومة بصدد التعاقد مع أحد كبرى الشركات الأوروبية لتركيب محطات ثابتة وليست مجرورة سوف تغطي المنطقة الشرقية وربما تستفيد منها حتى المنطقة الغربية. وهذا لوحظ حتى في ساعات انقطاع المنطقة الجنوبية التي نعم. كانت تستمر إلى 15 ساعة. اليوم نحن نتحدث على 5 ساعات، وربما خلال شهر مارس يصبح الكهرباء مغطى في الجنوب وفي الشرق. نعم. بالكامل. قبل الختام سيد عبد الحكيم، هذه القرارات هي قرار إحفاء تام أم أنها يعني مجرد تحقيقات ومن ثم يعاد النظر إذ كان يعود إلى سابق عمله أم لا؟ إحفاء كامل. يعني زي ما قلت لحضرتك تهدير، هناك شكاوى قدمت من قبل مواطنين سواء كانوا يشكلون نعم. الرأي العام أو مواطنين يعملون في هذه الآيات دون حتى أن يذكروا أسماء. هناك تجاوزات إدارية. نعم. هناك تجاوزات مالية، هناك محسوبية، هناك واسطة. هذه الشكاوى حقيقة أخذت بمحمل الجد وحيلت لمكتب المتابعة، ومكتب المتابعة عمل فيها موقف وحولها على هذه. طيب سيد عبد الحكيم، ماذا عن وزارة الداخلية؟ وزارة الداخلية الآن هناك وكيل وزارة الداخلية مكلف، وهو الذي من اختصاصه وفقا للقانون وللائحة الداخلية أن يعين مدراء إدارات الأمن في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة المؤقتة. وزير الداخلية، نعود من جديد إلى روح القانون، هو اختصاص أصيل للبرلمان. عندما يوصي البرلمان
الاتفاق بين نوابه على تكليف وزير داخلية فسوف يصبح هناك وزير داخلية. حصل نوع من اللغط اليومين الماضيين حول الدفع بالسيد حسين العبار، وأنت تعرفين السيد حسين العبار رجل معروف وشخصية محترمة ومن قبيلة أيضا مجاهدة. هذا الرجل طبعا تم التنسيق معه ودعوته لكي توكل لي مهمة وكيل وزارة الداخلية وقبل، ثم بعد ذلك عاد وقال أنا لظروف صحية بعد أن صدر قرار بتكليفي وكيل وزارة الداخلية قبل أن يصدر قرار السيد عادل عبد العزيز، واعتذر عن هذه المهمة لظروف صحية. وأنا أتصور أن هذه الظروف الصحية لازالت قائمة حتى هذه اللحظة، وليس بمقدوري أن يعمل لا وكيل ولا وزير. نعم، المتحدث باسم الحكومة المؤقتة عبد الحكيم معتوق، شكرا لك.